يستحب للإنسان إذا خرج لصلاة عيد الفطر أنه يأكل قبل أن يصل إلى المصلى. تأكل ببيتك، تأكل بالمصلى، تأكل، المهم تأكل قبل الصلاة. يسن لك كأنك تحمد الله على نعمة الصيام ونعمة الفطر، فتبادر إلى الأكل قبل أن تصلي صلاة العيد. وهكذا كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرص على أن يأكل تمرات وترا، وتر واحدة، ثلاث، خمس، سبع، تسع، 11، 15. بعد في ناس أكيلة ترى ما عندها مشكلة، طيب المهم أنه يأكل وتر، المهم أنه يأكل وتر، فيحرص على الوتر قبل أن يذهب إلى صلاة العيد، عيد الفطر.